الو، اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. قبل قليل تقول العصمة لا تعود شيء على المسلمين، عصمة مطلقة ولا كانت عصمة يعني فقط بالتبليغ؟ لا، أنا جاوبك وأقول لك إلها مردود نافع على المسلمين. ما وهو المردود؟ المردود بعدين بمرور الأيام راح يجيك شخص مسلم أو ملحد يقول لك نبيك غلط، سوى هاي الغلطة، فكيف راح تاخذ من عند الدين؟ خلاص حضرتك جاوبت على السؤال كده يعني. جاوبت فيه. أولا، من قال أننا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عصمة مطلقة؟ بل نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ، وأن الله عز وجل يصوبه عند الخطأ، وهناك آيات كثيرة جدا في هذا الشأن، فلا تقولنا ما لم نقوله. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية يعني، هل النبي مثلا في آية يقول يعني في غزوة أحد كيف الله عز وجل لا يفلح قوم أدموا نبيهم، كيف يفلح قوم أدموا نبيهم؟ فالله عز وجل يصوب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ليس لك من الأمر شيء، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من أمر شيء، مش بتاعتك، مش ليك، مش انت اللي تقول مين اللي يدخل الجنه ومين اللي يدخل النار. لو سمحت. فالان هناك تصويب للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايه، فهذا التصويب له دلاله واضحه، الا وهي من الممكن ان النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ، ففي الحال الله عز وجل يصوبه. يبقى البدايه ايه؟ ممكن أو إمكانية خطأ النبي، إمكانية خطأ النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، والتصويب موجود، وده دلالة على أن هذا القرآن ليس مكتوب بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فليس هناك أحد يخطئ نفسه ثم يصوب نفسه في نفس الحال. يعني دي أصلا الآية دي دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالة على أن هذا القرآن من عند الله وليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن السؤال بقى المطروح هنا، هل من الممكن علي بن أبي طالب أن يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم فيخطئ، فالله عز وجل ينزل عليه التصويب مباشرة، ولا لا، ولا لا يخطئ أصلا؟ ممكن تكرر السؤال؟ ما سمعت. الآن بص حضرتك، تعالى عشان نبقى كلامنا بس واضح ويبقى إيه بدليل ليس لك من الأمر شيء. آل عمران طبعا 128، الآية 128، تمام؟ أهي الآية قدامك بتقول إيه؟ ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هنا الكلام ليس لك من الأمر شيء موجه لمين؟ موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء، فالله عز وجل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ليس لك من الأمر شيء، يعني مش بتاعتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا في توجيه، يبقى هنا هناك خطأ وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل صوبه مباشرة. إيه هو الخطأ؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يفلح قوم أدموا نبيهم. فالسؤال المطروح هنا، هل من الممكن علي بن أبي طالب يخطئ كما أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يصوبه، أم أن علي بن أبي طالب لا يخطئ ابتداء؟ أنا بحثت عن تفسير هذه الآية، ووجدت التفسير بيقول أن قول الله سبحانه وتعالى بنبيه، القصد هو أنت ليس عليك الحساب، وإنما علي الحساب، أنت شخص تبلغ، وهذا لا ينكر بأن النبي يكون. طب لماذا قيل له هذا الكلام؟ هذا ليس غلط. لا، لماذا قيل له هذا الكلام؟ قلت لك ليس له. ايوه، لماذا قيل له هذا الكلام؟ يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم فرض كلاما، فالله عز وجل قال له مش بتاعتك، مش انت اللي هتحاسبهم، مش انت اللي تدخل الناس الجنه وتدخلهم النار. هذا مو خطا يا وليد، يا وليد هذا مو خطا يا باشا. معلش، واحده واحده. لما انت حضرتك تقول كيف يفلح قوما ادموا نبيهم، معناها ايه؟
أن هؤلاء القوم لن نعم يفلحوا لأنهم أدموا نبيهم، صح؟ اي صح طيب ما هو يبقى أنت كده أوجبت ليهم إيه؟ أوجبت ليهم النار. فالله عز وجل يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: ليس لك من الأمر شيء. يبقى تصويب ولا مش تصويب؟ زين انت شنو لا رايك تصويب رايك ولا مش تصويب، الايه خلينا تقول وما هاديين كده ينطق عن الهوى وخلينا ان لا ما الهوى تدخلنيش في آية تانية، انا بكلمك في الآية ديت واحكي لك عن الآية التانية بعد كده. الآن هل هذا تصويب ام لا؟ يا استاذ وليد من الساعه من الشخص اللي يتكلم لك عن القران قلت له لا تركز اللهم على شيء بلغت يا واحد بص بالقران يا ابني، تكلم عن اللهم القران بلغت كله اللهم فشل، اللهم بلغت اللهم فشل، بس خلاص روح دور انت بقى وبعد كده نبقى ندخل في آية تانية.